القذائف والبراميل عم ينزلوا على رؤوس الناس، مشان هيك لازم تكون أولويتنا هلا هي حمايتهم. الأولوية الأولى إنك تقدر تحمي حالك لحتى تقدر تحمي الناس. مين أنت؟ داعش عم يتوسع بشكل سريع جنوب شرق العاصمة. لك شو دخلني بهدول الجماعة أنا؟ خير معلم إيهاب. قسم بالله أنا ماني عارفان لهلا ليش إيهاب متحملك ومخلينا نتحملها. كيف ترفع مسدسك؟ بالمقر. بدون أمر مباشر من قائدك. واو. ألو يا أمل. مصيبة يا خان، مصيبة. شابين من سويدا خطفتهم وحدة من العصابات.